اهلا بكم. الحقيقه انا متردد في ان الفيديو ده يعني كنت اعرضه ولا لا، بس زي ما بيقولوا ربما لما نعرضه نفهم الناس حاجه في منتهى الاهميه. دول مجانين، ده جنون، وتصرفات كتيره يعني زي دي تندرج تحت عنوان الجنون. طبعا دول ناس مراهقين عقلا وفكرا، او دول لفظ المراهقين خلاص، احنا مش محتاجين نشوف الفيديو كتير، بس ده ممكن يتسبب في موت اللي بينهم، يعني ممكن قوي المسألة توصل لكسر الفقرات العنقية وموت، مش وشلل، شلل موت، انزلاق غضروفي مدى الحياة يبقى أكيوت وخطير ومخيف جدا. طبعا احنا تصرفاتنا اللي فيها تهور بقت كثيرة جدا وبقت مخيفة جدا، ده جزء منها. في تصرفات تانية أخطر من كده بكتير، الموتوسيكلات مثلا. طبعا في أقل بقى اللي هي الجلسات الغلط، القعدة الغلط، الوزن الزيادة، التحرك الغلط، الشيل الغلط. احنا بنعمل حاجات كتيرة في ظهرنا غلط، وده بيسبب ألام في الظهر. أنا شايف إنه ألام الظهر بقت حاجة منتشرة جدا، لدرجة إن عايز أقول لكم جملة قد أكون مخطئ أو مصيب فيها، بس تقريبا الشعب المصري كله وربما الشعب العربي كله تقريبا في أوقات معينة في العمر بيعاني من ألم في الظهر كله. أنا بتكلم على 100% من الناس، 100% من الناس يجي في وقت من الأوقات يقول لك ظهري بيوجعني، كنت بلعب رياضة وبطلت، كنت رفيع وتخنت، كنت بتمشى وبعمل مجهود وخلاص كسلت، فظهري بقى فيه مشكلة. آلام الظهر شيء مشهور جدا وموجود بشكل عنيف، وللأسف هنفهم النهاردة ازاي نتعامل معاها والأخطاء الشائعة كمان في التعامل معها. النهاردة ضيفي العزيز اسم متميز للغاية واسم علمي راقي جدا، هتستمتعوا بحوار علمي من أرقى ما يكون مع الواحد من نجوم عالم علاج آلام العمود الفقري، واحد من الأسماء البارزة في المجال ده اللي بيبدأ دايما في حواره وبستمتع بالحوار العلمي معه. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عمرو سعيد، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل، وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي، عضو الجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن، وعضو الجمعية الأوروبية للسونار الحركي، صاحب زمالة المعهد العالمي FIBB لعلاج الألم، والمدير لمراكز بينكيور لعلاج الألم. أهلا بيك يا دكتور عمرو. أهلا. أنت اضطربت لما شفت الفيديو. أنا اتخضيت منظر، وبعدين أصلا يعني قريب كان عندنا حالة زي كده عملنا لها فيكسيشن، فعلا منظر رهيب، وكسر في مكان يعني مثلا في الحاجة اسمها بارز، عارف حاجة اللي هي بنقول عليها عشان السادة المشاهدين ذراع الفقرة. وده يعني حاجة ألم، بيسبب ألم سخيف جدا. الناس بتعمل أخطاء بتتسبب في الألم، صح؟ للأسف عشان نركب الترند وحاجة في منتهى السخافة حاجة. لكن طبعا يعني احنا دور حضرتك ودور برنامج حضرتك ان هو التوعية، ان ده شيء خطير جدا، يعني لازم الناس تعرف ان المشكلة اللي ممكن تنتج عنه أكبر بكتير قوي من مجرد ان احنا ناخد نهزر أو ناخد ترند على التيك توك أو. لكن في غلطات كتير الجيل ده بيقع فيه، أو بمعنى صح كمان المواطن العربي واللاتيني على فكرة بيعملها تؤدي إلى مشاكل في العمود الفقري. ده حقيقة. البوزيشن الخاطئ في القعدة لفترات طويلة، ودي بنشوفها كتير، ويمكن كمان في عايز أقول لحضرتك إن من ضمن الحاجات اللي بنشوفها برضو ألم الموبايل. كان زمان بنقول عليه ألم الكتاب، تكست بوك بين، ده من أشهر الحاجات اللي بتيجي في الفقرات العمقية، بيبقى من كتر ما احنا بقى الأيام دي بنبقى قاعدين في هذا الاتجاه ماسكين الموبايل بهذا الشكل، ده بيسبب إن وزن الجمجمة وزن أكبر بكتير على الفقرات، تقريبا بيوصل لست أضعاف الوزن ده، وده بيبقى حمل على الأربطة والعضلات والمفاصل جار فقرات، اللي هو بيسبب ألم مزمن، ألم مزمنة وألم حاد برضه، ممكن توصل إن يعمل انزلاق غضروفي، ممكن توصل إن هو يضغط على العصب الخارج من المسارات بتاعته ويسبب لي آلام مزمنة تصل إلى حد إن العيان مش عارف يتحرك، وبيجينا كتير ناس بهذا الشكل وبنشوفهم، ويكون السبب الرئيسي خاصة الشباب هو ألم الموبايل. بالمناسبة دي أنا بدخل مثلا نادي بلعب كورة فيه، وأنا داخل الشباب طالع اللي بيلعب في حاجة، بيلعب بوكس واللي بيلعب كرة قبلينا وبتاع، فهم خارجين المفروض احنا بنقول السلام عليكم، مفيش ولا واحد من اللي خارجين ببص لأي شيء باصص لي في الوش، يعني كلهم باصين في الموبايل، والله طالعين على السلالم باصين في الموبايل. لاحظت انه الجيل ده
انا بقول لك مثلا بابانا داخل وطلع 20 انسان او 30 انسان طالعين، كلهم ال 30 باصين في الموبايل من اول السلم الطويل جدا لغايه اخر السلم، بطريقه يعني تخليني اقول ان الجيل ده في خطر، خطر يحصل تحد، بخطر ان البوزيشن الخاطئ دوت هيخليك في بعض فترات بيحصل زي ما حضرتك عارف اسباز وهكذا تعود عليه، وده خطر جدا. مش غير بس الالام، الشكل نفسه هيتغير على فترات اطول، الشكل هيتغير يعني. عايز اقول حاجه كمان برضو من ضمن الاخطاء اللي هو الشباب برضو بيقع فيها، ان هو ممارسه خاطئه في الجيم، او يروح انا رايح عايز اعمل عضلات ودخل يشيل وزن مش وزنه وهو مش مسموح بيه، يتمرن بطريقه خاطئه، يجي لنا شاب شفت 15 سنه وشفت 16 سنه، هو جاي عنده انزلاق غضروفي واعراض الانزلاق الغضروفي درجاته زي ما حضرتك عارف يعني والساده المشاهدين تبقى درجات، فده برضو من ضمن الاخطار يعني. هذا الشاب لو في فتره ما نقدرش نتعامل معاه تداخليا ممكن هيبقى فيه هو الحل الجراحي اللي هو اللي ممكن هيخليه طول حياته هو بيتحرك في حدود، بيتحرك باسلوب علشان خاطر في حاجات، في حاجه حصلت عكس الطبيعي بتاعها. الاسباب والانواع، اسباب الام العمود الفقري وانواع الام العمود الفقري. لو قلنا الاسباب فهي زي ما قلت حضرتك كده، ممكن نحط الوزن، العادات الخاطئه في الحركه والجلوس والمشي، عدم ممارسه الرياضه ممكن نحط ضمن الاسباب، زياده الوزن برضو تسبب معانا ان احنا التمرين الخاطئ باسلوب عدم اتباع، ده برضو من ضمن الاسباب الشائعه. زي ما قلت حضرتك الموبايل، ممكن كمان نضيف عليها بعض الامراض الروماتيزميه ممكن تسبب دوت الامراض المناعيه، ممكن في كبار السن طبعا بتختلف الاسباب، لان كل ما بيبقى في حاجه اسمها ديك القناه العصبيه ممكن يبقى في ضعف في العضلات والاربطه ويؤدي معايا الى حاجه اسمها التزحزح الفقاري، فدي كلها اسباب احنا ممكن نحط نقول دي اسباب اللي اشهر طبعا اسباب الام، ودي بنشوفها كتير في عياده علاج الالم عندنا، هو متلازمه الام ما بعد العمليات الجراحيه. في دراسه معموله زي ما حضرتك عارف ان اي عيان بيعمل عمليه جراحيه في خلال 5 سنين نسبه حدوث يرتد ليه الالم في اول سنه توصل 30%، يعني كل 10 يرجع لهم 3، في خلال 5 سنين ممكن توصل النسبه الى 90% من المرضى اللي عملوا عمليات جراحيه يرجع لهم الم، في سواء كان نتيجه الهاردوير نفسه اللي هو او الالتصاقات اللي بتحصل ما بعد العمليه الجراحيه. فطبعا حتى العالم كله بيتجه الى ان احنا نقلل هذا المانوفر الا في حالاته اللي هي بتحصل هو خلاص في انديكيشن ليها فلازم هدخل اعمل العمليه الجراحيه. الانواع بقى، انواع الام العمود الفقري، ممكن الالم الحاد والالم المزمن. الالم الحاد اصابه حصلت في العام زي ما حضرتك، الاصابه دي ممكن تبقى موجوده في الاربطه، في العضلات، في المفاصل، جرف فقرات. الرنين ده يوضح معانا برضو لو احنا خدناها من اليمين للشمال كده عشان الساده المشاهدين تبقوا عارفين، في الجزء اللي هو في النص ده في الغضاريف، ده يعتبر رنين لمريض يعاني من ديجنريشن، هو تآكل في الغضروف، لكن هو يعتبر سليم مفيش انزلاق غضروفي، والمريض ده جاي بيقول لي انا عندي الم والاشعه بتاعته ما بتقولش ان في انزلاق غضروفي، عنده الام تشبه الام اللي هو الاسم الدارج عرق النسب، الناس بتقول انا عندي عرق النسب، انا عندي انزلاق غضروفي الالم، والم فعلا يشبه الالم الصاعق الكهربي، والعين مش عارف يتحرك، مش عارف يقعد، مش عارف يمشي، مش عارف يركب عربيته، فالالم هنا كان مصدره المفاصل جار فقرات. لو حضرتك تلاحظ احنا في هنا تضخم في المفاصل جار الفقرات من صوره الرنين، يمكن عشان نشرح للساده المشاهدين الجزء اللي هو في النص، متضخم نتيجه التهابات مزمنه ونتيجه حركات ان هو لا يمارس الرياضه، فقد اللوردوزيس اللي هو بنقول تحدب العمود الفقري بالنسبه له، وده كان مسبب الام. فده من ضمن الاسباب اللي ممكن نقول عليها. ده الحالات المزمنه. الحالات المزمنه بقى. فاحنا لو قسمنا زي ما حضرتك اسباب الام حاده والام مزمنه. الم مزمن يعني الم موجود مع المريض لمده زادت معايا فوق الشهر او الثلاث شهور طبقا للتكست بوك وسبب معايا الم. في برضو من ضمن الحاجات احنا هنا الفيديو بيشرح للناس ازاي وزننا بيتوزع على المفاصل نفسها على الغضروف، في هنا ماده الديسك ده بيشيل توزيع وزننا على المفصل الحرقوفي ومفصل الحوض.
كل دي برضو تسبب ممكن تكون بالنسبة لألام أسفل الظهر. أنا عايز أقول لحضرتك إن في دراسة معمولة بتقول إن في 70% من الناس عامة ممكن يشتكوا في حياتهم بألام أسفل الظهر. شباب، كبار سن، حسب بقى هي ممكن الإصابة تكون فين، عشان كده التشخيص مهم جدا. ممكن يكون الإصابة أو يكون المشكلة عضلة من العضلات، فيها مشكلة، التهاب المفصل الحرقفي، التهاب المفاصل، جرفقرات، ممكن يكون تليف عضلي، دي بنشوفها كتير برضو. يجي مثلا ديتكت العيان قاعد في تكييف بنشوفها كتير جدا، بعدين يخرج على الجو الحر بعدين يرجع تاني، ده يسبب مع الوقت تليفات عضلية، وده يعمل برضو مع الوقت انترابمنت، يخنق العصب الخارج لأن العضلة مش مظبوطة توزيع، فبيسبب مع المريض ده ألم مزمن. السؤال اللي دلوقتي بفكر فيه سؤال غريب أول مرة أسأله، بس السؤال هو أخطر أنواع آلام العمود الفقري. وكلمة أخطر دي كلمة برضو المشاهد لما يسمعنا وإحنا بنسألها هيقعد يفكر، هو دلوقتي الدكتور عمرو هيتكلم على أخطر من ناحية إيه؟ من ناحية السيفيريتي ولا من ناحية شدة الألم ولا من ناحية هيحصل بعد كده؟ من ناحية المعرفة. في دكتور أيمن بيجي المريض عنده ثقافة خاطئة إن هو أنا عندي ألم انزلاق غضروفي اللي هو وتحاول تقنعه إن ده الألم ده ممكن، لا غير الفكر، في ألم في أسباب كتير الألم دي أدت معايا إن المريض ده عمل عملية ما كانش ضروري إن هو يعملها، سببت معايا التصاقات غضروفية، وأصبح ده هو السبب رقم واحد أو أكتر الحاجات أو أكتر المرضى اللي بشوفهم. علشان كده أنا بعتبر إن الثقافة الخاطئة دي هي اللي أدت إن المريض ده راح عمل عملية بلا داعي، سببت له ألام ما بعد العملية الجراحية اللي هي بنشوفها كتير بقى في العيادة. عيان عمل نسبة كبيرة، أقول لحضرتك إن أنا عندي 10 عيانين منهم 7 عاملين عمليات جراحية عندهم ألام ما بعد العملية الجراحية، ودي خطورة. علشان كده إحنا عايزين نوعي الناس إن في نقطة لازم نفهمها، إن مش أي، إن للأسف مش الطبيب هو اللي خطأ أو السادة زملائنا الجراحين، لا هو ثقافة المريض. المريض جاي بيشتكي يقول لي أنا عندي انزلاق غضروفي ولازم أعمل عملية، نشوفها كتير جدا. عايز أسألك بقى على التشخيص، كيف نشخص هذه الاحتمالات كلها؟ لأن إحنا الحقيقة أنت دايما يعني بستمتع بالشرح بتاعك في أنك بتحط كل الاحتمالات في نفس التوقيت قدامنا في نفس في كل مرة. يعني دايما دلوقتي اللي بيشوفنا هيبقى شايف كل حاجة في نفس التوقيت، سواء كانت انزلاق غضروفي أو التهابات أو تزحزح فقاري أو مشاكل في ضيق القناة العصبية أو مجرد تضخم عضلات في الأربطة أو في العضلات أو في مفاصل بالظبط. فإحنا هو ده السكوب اللي إحنا بنبص بيه. عشان كده بيبقى دايما عندنا في المركز بيبقى فيه تعاون، عندنا جروب بيشوف المريض ده، بنفحص المريض بنشوف حالته الصحية. طبعا الاشعاعات ده من ضمن الحاجات اللي لازم تتفحص، وزي ما قلت زي ما حضرتك نوهت وقلت مش لازم الاشعه تقول ان في انزلاق يبقى عندي انزلاق، ودي نقطه مهمه. في اعراض الانزلاق دي اهم، ان انا اشوف المريض وافحصه واشوف مصدر الالم فين، لان مصدر الالم ده هو اللي انا لازم اوجه له العلاج. مش ان عندنا في حزام قطع كده في حلول كتير، ومش شرط الحل اللي يناسب مريض يناسب اخر، او ان المريض يقول لي لا انا فلان عمل كذا فانا عايز اعمل، لا طبعا احنا في حلول تانية. لازم اشخص المريض، اشوفه عنده ايه، فحص الاشعه بتاعته، ان انا احط الفحص الكلينيكي ليه، بعض التمارين اللي المريض بيعملها، فببتدي احطه على تشخيص سليم، وبعد كده احدد معاه بروتوكول العلاجي المناسب ليه. ايه الجديد في علاج الام العمود الفقري؟ دايما بنتظر منك السؤال ده. في حاجات احنا برضو الطب التجديدي اوجد ليها حل. هقول لحضرتك على اكتر من تقنيه بالنسبه لالام العضلات والاربطه وخشونه المفاصل جرف كرات او خشونه المفصل العجزي. دي نقدر نعالجها باستخدام تقنيات علاج الطب التجديدي اللي هي حقن مواد زي البروروسيرابي، زي الجروس فاكتور عوامل النمو، زي التردد الحراري في الالام المزمنه، زي حاجات زي مثلا حقن جذور الاعصاب. كل دي حاجات ممكن نعملها سواء كان بالالتراسونيك او ب
تحت جهاز الفلوروسكوب الاشعه التداخليه. ده في اوضه عمليات. طبعا في اوضه قسطره. بالظبط كده. بيتم اوضه معقمه تحت كامل. انا بتعقم الاول، المريض بيتعقم، بندخل بابره دقيقه جدا عن طريق طبعا بعد ما بندي مخدر موضعي، دي العدسه اللي احنا شايفينها الفلوروسكوب، وبندخل على المكان اللي هنا. هنا بالمناسبه المريض ده 67 سنه، يعاني من سكر وعنده ضغط عالي وعنده تزحزح فقاري ومسبب له الام تشبه الام عرق النسا. وطبعا العيان ده مثلا من ضمن شكوته حاجه ان يجي يقول لحضرتك انا كل ما اتحرك 50 متر يحصل لي الالم، اضطر لازم اروح واقعد لان الالم بيبقى تنميل وحرقان فما بيقدرش يكمل، او هو واقف برضه نفس. احنا عملنا هنا توسيع للقناه العصبيه وكذلك تردد حراري على الاعصاب وتردد حراري على المفاصل جار فقرات. وليه التردد الحراري؟ التردد الحراري هنا بستخدمه كوسيله علاجيه بدل الحقن، ان المريض ده مريض سكر، ما ينفعش استخدم معاه كورتيزون. فبالتالي في مواد اخرى اقدر استخدم بيها زي حقن البروروسيرابي، زي حقن الجروس فاكتور اللي ممكن اخدها من المريض، فبالتالي تديني نتيجه علاجيه. والتردد الحراري نفسه هنا تردد حراري تحفيزي بستخدم فيه هنا احنا بنعمل توسيع للقناه العصبيه والحقن للكودل عشان خاطر اوسع، بدي بحقن مواد زي السلاين هو المحلول الملحي وماده اسمها الهياليز، وبعمل هنا ده جهاز الاكسجين النشط. احنا بناخد الاكسجين النشط عن طريق بيدخل على جهاز واخد منه الاكسجين النشط، ده بيديني 200 مره قوه الكورتيزون بدون اي اثار جانبيه الحاجات. وبعد كده بنحقن العضلات والاربطه، كل ده المريض مش حاسس بحاجه، المريض صاحي معايا متجاوب معايا بيخدر موضعي. والطريقه بتاعتنا يعني عشان حتى الناس لا تخاف منها امنه، ملهاش اي اثار جانبيه ولا ليها يعني. خدنا حوالي تقريبا في التداخل ده حوالي 30 دقيقه. واذا المريض كان محتاج الى الجراحه بيتحول طبعا الى الجراحة. انا دايما بقول للمريض بتاعنا احنا مش بديل للجراحه، انا عندي حلول. انا في المنطقه اللي هي انا الاول لما بيجي المرضى بتستغرب ان انا بكتب لهم علاج واحولهم الى العلاج الطبيعي الاول، لان ده الخطوه الاولى، ده رقم واحد تلين. واللي من حقه ان في 60% من المرضى ممكن يستجيب للعلاج. انا كنت في سوهاج في الزياره اللي فاتت وكان المرضى جاي لي بلد كده، ناس طيبين جدا هناك انا بحبهم بصراحه، وجايين كاتب كان راح لحد يعني من الزملاء قال له هتعمل عمليه جراحيه. انا فشفت البتاع قلت له لا احنا نمشي على العلاج وكتبته له وقلنا، فهو جاي فرحان جدا هو انا مستريح انا الحمد لله انا خفيت. فالعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي جزء اساسي من العلاج. ثم يجي دورنا لو فشل ده نقدر احنا ندخل بالتداخلات المحدوده اللي هي برضو حاجات كتير حسب تشخيص المريض، اللي خطوه من ضمن الخطوات العلاجيه عشان نحصل على نتيجه ايجابيه للمريض. طيب لو حصل في بعض الناس نيجي احنا نتشخصهم ما ينفعش نعمل معاهم تداخل ولا يصلح للتداخل، فالاولى ان انا اقول لا انت حضرتك هتحول الى زميلي الجراح يعمل العمليه ويشوف وناخد رايه ونشوف الامور ماشيه ازاي. هي ثلاث ادوار يا جماعه، ثلاث ادوار، مبنى مكون طبي بتكون من ثلاث ادوار. الدور الاول هو العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي مثلا، الدور الثاني هو العلاج التداخلي والتجديدي. خلي بالكم التجديدي ده مش جديدي، لا تجديدي، ده ريجينيريتيف ميديسين. ريجينيريتيف يعني بيعيد بناء الانسجه مره اخرى. وكل دور، الدور الثالث هو جراحات. كل دور ان انا بالبلدي كده لو انا رايح الدور الاولاني بتاع الاستاذ فلان والدور الثاني بتاع، ما ينفعش ادخل دور مش بتاعه والا هيعتبروني حرامي. يعني لو دخلت بجد لو الحاله بتاعتي مناسبها مثلا علاج ده جديدي وعملت لها جراحه، ده انا كده غلط. ولو انا محتاج علاج دوائي وعملت له جراحه دي نصيبه. ما هو دي والعكس برضو، لو انا محتاج جراحه وعملت قعدت اعالجه بدواء مش صح، وهكذا. بالمناسبه برضو حضرتك ان ده كله بيقضى في اسابيع، الموضوع مش صعب. يعني احنا مثلا عندنا في حاجه اسمها ريد خطوط حمراء، ريد فلاج، ريد فلاج لازم عين عيننا عليها. وبقول للمريض كده احنا هنمشي على العلاج والدوائي وهنشوف وهنقيم، لو حصل حاجه من اتنين الالم زاد جدا او في حصل حاجه مشكله يبقى لا، يبقى لازم تزورنا مره تانية وبسرعه، ما تستناش ان يفوت عليك فتره. فطبعا الوقت مهم علشان ما نحولش هذا المريض الى بعد كده
ألم مزمن يا صعبان. الحقيقة الحوار معك ممتع إلى أقصى درجة، ودايما زي ما بقول الميزة في الحوار معك إنك بتضع كل الاحتمالات في نفس التوقيت أمام المستمع أو المشاهد بشكل مميز جدا، لدرجة إن ممكن 4 أو 5 مرضى بمختلف الأسباب أو بمختلف الأشكال يبقوا قاعدين كأنهم قاعدين قدامنا بيتشخصوا، وأساليبهم العلاجية بتتوزع عليهم بشكل فيه من المهارة والحرفية شيء رائع جدا. فأنت نورت وأسعدتني في هذا الحوار كعادتك. شكرا دكتور أيمن لحضرتك. شكرا ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور عمرو سعيد، استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل، وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي، عضو الجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن، عضو الجمعية الأوروبية للسونار الحركي، وصاحب زمالة المعهد العالمي لعلاج الألم، والمدير لمراكز بن كيور، كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الممتعة في الدكتور. خليكم دائما مع الدكتور.